لي شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو تكونوا بصحه وخير؟ الحمد لله بخير. وين احنا اليوم؟ والله ما اعرف هالمنطقه. زوزو انت دائما تجيبينا وما تحجين. اوكي، المنطقه هاي منطقه اسمها برمنغهام، وجينا هنا اكو احتفالات بالشتاء وفعاليات حلوه وانشطه، فاليوم تعالوا معانا علشان تشوفون اجواء الشتاء في ميشيغان. إيلاني كان نايم تو قعد، قال انا وين وين حاطيني وشلون ملفلفيني هنا عندنا. ارسلاني ليش يبكي؟ ليش تبكي ماما؟ طاح على خشمه. يا لانه طاح على خشمه. اوكي بيبي يلا. هنا اول ما ندخل شكت حلو، مسوين الانشطه، وهاي شجره الكريسماس هنا. لالي قال يريد كوكي، راح نجيب لك كوكي. ناي نشتري له بلكت شوي يسكت. نينا قاعد يبكي خطيه متعور. ريحة البوب كورن، شوفوا هنا قاعد يسوون البوب كورن، ما اعرف اذا واضحه عندكم الشمس بوجهي، الريحة فظيعة. وشوف اليوم أريان شنو لابس، شوف الشوز 1 2 3، الشوز الجديد. واو، طبعا اختيارهم هم اللي اختاروا. يخبط، مبروك مبروك. شو اسمه؟ اير ماكس. يا سلام، مبروك، ارسلوني، اشتريت كوكي. واو، أبداً مو مفيدة الصراحة، لأن أول برد يجي بأطراف الأصابع وأنا أطرافي تجمدت وهنا أنا عادي. هنا أطفال قاعد يغنون وهنا خالين دفايات. شوفوا هنا يبيعون البوتيتو الجرماني، وهنا ملابس. هذا الممر كلش حلو هنا، ايش رايكم ناخذ صور هنا؟ What do you think؟ لا؟ حاطين نار الواحد يدفى. شنو شاف أرسنال؟ هاي هنا قطعة ثلج حاطينها، خلينا نروح يمها ونشوف. يا ثلج، هاي مكسرين ايده طايحة ذابت. اصوركم هنا، ما بلاك تو حاطه. شوفوا هنا، هاي هنا مكتبة العامة، وهنا أنا جينا دخلنا هنا. هنا قعدنا والأولاد راحوا يلعبون هنا في الألعاب. ها أرسلاني. أي نو دونت هيت مي. أي ون مور. هاي إيلاني حيو.
ماتي قلبي انت يا فدوة 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 فدوة. انت ماكو ما تطلع، الدنيا باردة. يلا يا زين جرب. تقدر بالجلافز؟ صدق؟ Someone find all the way up there. أيان وين صعد أيان؟ هاي أيان. أوكي. أيون؟ هاي. How's the weather there? Hello. وهسه طلعنا من الحديقة، شوفوا بس هاي الشوارع هنا منطقة برمنغهام ايش قد حلوة. كلش أحب هاي المنطقة أنا. وهسه احنا وياكم رايحين على المول. شنو اسمه؟ سمر. والله ما اعرف. سمر سيت مول. والله على ادري. واحد بس اعطيه العناوين، هو ما يسالني شنو اسمه وين. المهم يلا خلينا نخلص بس اليوم. خلصينا. بس خلصينا. والله انا ما احب اطلع. ايه شوف هسه ايش شكله خطيه مقصوب، شوف مبين مقصوب على الطلعه. هذا وصلنا للمول، كلش تشوفين هذا سمر سيت مول. وصلنا للمول، دخلنا من ميسز، من المدخل مال ميسز. هنا طبعا ميسز هاي بي كل العطورات، الشغلات الحلوه، الميك اب، كلها الماركات موجوده بي. هسه طلعنا من ميسز ورحنا دخلنا على المول. طبعا هذا المول كلش حلو مثل مولات دبي وابو ظبي. هنا زارة، بس صراحه زارة يرد لها وقت نجي لها بروحنا بدون الاولاد علشان نتسوق. بس هسه احنا جايين نتمشى مو نتسوق، صح حياتي؟ قاعد نتمشى. قاعدين احنا قاعدين نتمشى. يا يقول نفس اللي عندنا بالتليفون. ماما مستغرب هنا شايفه كبيره. يلا تعال. هاي هنا كلش حلو، خلي هاي الشغلات. نقعد هنا ها. يلا تروحوا هناك، روحوا روحوا لعبوا. هذا الدرج. ماما wait, this is our first time. Yeah. Try. Yeah. So it stopped in the elevator and someone helped me. Oh. Someone أجواء. حلو ها؟ يا أسرح حق هذا أمازون فورستار. شنو؟ You like it? Okay, let's go. سلان يريد يدخل حق هذا المحل اسمه ذا ديترويت شوبي اعتقد. يس واو. وصلنا احنا وياكم نهاية هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وشفتوا شوية المول، شوية دخول الأولاد، صح؟ إي. وقبل لا تخلصون هذا الفلوج، شنو لازم يسوون؟ اشتركوا بقناتنا، شير هذا الفيديو ويا أحبابكم وأصحابكم، ولا تنسون متابعتنا على الانستغرام والتيك توك.
وانستغرام وتيك توك واليوتيوب هذا نفسه. ولا تنسوا انكم تزورون موقعنا www.brominos.com وتشوفون وتقرون معلومات اكثر عن منتج الشعر الاول اللي احنا صنعناه الى الان، اللي هو منتج الشعر لتطويل الشعر، تغذية الشعر، يخفف من تساقط الشعر ويحفز على نمو الشعر. قل لهم شيء بعد؟ لا، تحياتي لكم. تحياتنا لكم، وترقبوا بالأشهر القادمة أكو أشياء حلوة راح تصير. يلا حبايبنا، مع السلامة. باي باي، حبكم.